السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوا قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف نحول الشرح هذا الجهاز. ما هو هذا الجهاز؟ هو رولي دو نيفو، استدير هذا الجهاز يعسنا النيفو تاع الماء في الفرج ولا في لاسيترن ولا في الخزان تاع الماء. استدير كي يهبط الماء بار اكزومبل تشعل لابومب، ولا كي يخص الماء ما تشعلش لابومب. استدير سي تون سيكوريتي بور لابومب، استدير كي يخلص الماء بار اكزومبل لابومب نقدر نستعملو هذا الرولي باش لابومب تاعنا تطفى اوتوماتيكمون كي يخلص الماء في الفرج بار اكزومبل، ولا لو سونس كونترير استدير كي يخص الماء كيخص الماء في الخزان تاعنا او في لاسيتيرن تاعنا استدير تشعل لابومب اوتوماتيكمون. فوالا هذا سي تان رولي دو نيفو. المهم نحولو برك نشرحو هذا كما راكم تشوفو الشيما تاعو. دونك عندنا 1 و 8 يروحو ليه فاز اناتر كما راكم تشوفو، تمشي بالفاز والناتر تمشي ب 220 فولت كما راكم تشوفوا 220 فولت. دونك كما قلت لكم 1 و 8 يروحوا لاسورس او المصدر الكهربائي كما راكم تشوفوا هنا ماركي المصدر. دونك عندنا هنا 3 و 4 و 2 كما راكم تشوفوا، عندنا 3 و 4 مفيرميين في حالتهم العادية كما راكم تشوفوا. 3 جاء ديريكتومون لربعة، ستادير سيتان سيركوي فيرمي أو الدارة مغلوقة. دونك لو كان نديرو لافاز هنا نديرو لافاز هذه تروح للكونتاكتور ولا لابومب تاوعنا، ستادير تمشي ديريكتومون قبل ستادير كي نبرونشيو هذا الرولي ونديرو لي صوند، ستادير قبل ما يكون لي صوند ستادير كي يكون لي صوند هادو او لي بوجي هادو ستادير ما كانش الماء كي يعود ما كانش الماء هنا يكون سيركوي فيرمي، كي ما يعودش ما كانش الماء هذا السيركوي يولي مفتوح. لو كونترير تاع هذا من 3 و 2 الاثنين يكون مفتوح في حالته العاديه ستادير قبل ما يكون الماء في الفراج ولا في البير ولا كيفاش ليسونسييل لا سورس تاع الماء تاعنا، استدير قبل لهاد لي بوجي ما يتوشيوش الماء في زوج يكون هذا السيركوي مفتوح. دروك نشوفوا طريقه العمل باش تفهموا مليح. فوالا دونك درت كامل الخيوط باش ما نطولش عليكم هكذا كما راكم تشوفوا. دونك نتبعوا هذا السيركوي، هذا الشيفر كامل ماركين هنا، استنى نحيو هادو باش تشوفوا برك. كاين بزاف لي تيب كما راكم تشوفوا، هنا مكتوب 7 و 8 هنا مكتوب 1 و 2 دونك هنا عندنا 1 و 8 يروحوا ديريكتومون للفازيناتر، ومن بعد عندنا هادو عندنا 7 و 2 و 3 و 4 ليسونسييل لي شيفر كامل ماركين هنا كما راكم تشوفوا. دونك نرجعوها باش نروحوا ديريكتومون طريقة العمل او طريقة الربط باش نفهموا مليح. عفوا كما راكم تشوفوا نردو هادو عندو دو كروشي هنايا باش تكون يكونوا لي كونتاكت كامل كما راكم تشوفوا. انا درت ديريكتومون فوالا. دونك عندنا هاد الجوج، عندنا 1 و 8 كما قلت لكم يروحوا ديريكتومون لا سورس. دونك نبداو دونك وجدت الكونتاكتور كما راكم تشوفوا، رحت لابوبين الا 1 والا 2 درت لهم زوج خيوط كما راكم تشوفوا هكذا باش يبان. وجدت دو لامب كما راكم تشوفوا هكذا باش كي تكون لا لامب استدير كي تكون هذه شاعله دونك لا بومب في حالته العاديه دونك لا بومب تاعنا راهي تمشي. اذا طفت هذه وشعلت هذه صافي دير كي تشعل هذه صافي دير ما كانش الماء، كي تشعل هذه صافي دير كاين الماء ولا بومب تاعنا
شعله. دروك نشوفوا طريقه الربط. فوالا نزيدو الديجونكتور دونك هكذا باش ما نصعبش الحاله. دونك نبداو في طريقه الربط هذا الجهاز او رولي دو نيفو كما قلت لكم. دونك عندنا فازينات جيت من الديجونكتور ها هو عندنا لا فاز ولا فاز تروح لان فوالا. دونك نروحو للنتر يروح لرقم 8 تاع الرولي باش نشوفو ديريكتومون طريقة الربط وتشوفوه براتيكمون هكذا في هذه الطريقة. نشوفو كي يكون الماء دونك عندنا الكونتاكتور واحد يروح للنتر واحد اخر يروح كي يخرج من هذا الرولي. دروك نشوفو دونك نروحو لواحد دونك لو نتر يروح ديريكتومون للكونتاكتور كما راكم تشوفو فوالا جمل ا1 راح للنتر كما راكم تشوفو. من بعد نروحو نزيدو نديو للنتر هكذا باش ما تغلطو باش ما تكونش الحالة مكومبليكية. دونك لي لومب هادو درت لي نتر تاوعهم في زوج كما راكم تشوفو باش نروح ديريكتومون للنتر يبقاو لي زوج هاد زوج الاسلاك هادو. نشوفو الطريقة تضرب دونك هادو ثاني يروحو للنتر بهذه الطريقة فوالا هكذا باش نخلصو من النتر كامل. ومن بعد نجيو لطريقة الربط باش ما تجيناش صعبة. دونك ديت فازي النتر الواحد والثمانية كما راكم تشوفو ديت النتر الكونتاكتور ديت النتر لي لومب كما راكم تشوفو فوالا. نقلبو هاد لي لومب نديرو هادو باش ما نخلطوش. نحيو فوالا فوالا. كما راكم تشوفو دونك دروك نبدا هادو هاد جوج خيوط يروحو لي بوجي كما راكم تشوفو هنا. دونك عندنا 5 و 7 هادو سيدي بوجي هادو يروحو للخزان تاع الماء سواء ستانفوراج سواء دروك حنا نوجدو برك الاناء هكذا نعمروه بالماء باش تشوفو الطريقة. نسيو طريقتين المرة الأولى كي يكون الخزان فارغ ستادير تكون لابومب شاعلة ستادير يطفى لابومب. الطريقة الثانية كي يكون الخزان معمر باش تطفى لابومب فوالا. دونك في الطريقة الأولى كما قلت لكم دونك هنا واش يقولنا يقولنا استدير كي تقول كي تكون هذه وهذه استدير كي تكون دو بوجي مع كي يكون الخزان معمر صافي دير هذا الكونتاكت يكون مسكر 3 و4. حنا عندنا هنا كما راكم تشوفوا عندنا هذا 3 عندنا هذا 4 وهنا 2. حنا نديرو 3 مع 4 3 مع 4 كما راكم تشوفوا. دونك دو سورتي 3 مع 4 يروحوا للكونتاكتور باش هكذا بهذه الطريقة. ومن بعد هذا يروح ديريكتومون لافاز هذا يروح لافاز باسك هنا يكون مشترك 3 دونك سي لا سورتي تاع لافاز. ومن بعد يكون 4 و2 سي دي كونتاكت واحد اوفر واحد فيرمي. دونك هذا يروح ثاني لافاز هكذا باش نخلصو ديريكتومون لافاز تاعنا كما راكم تشوفوه. نديرو له شطيرتو
باش نفيتيو لي كور سيركوي. دونك راح لافاز، دونك ثلاثه يروح لافاز، يبقى لنا لي دو كونتاكت، واحد فيرمي واحد اوفر كما قلت لكم. دونك ثلاثه دي طول كونتاكتور، يبقى لي سنين سنين. دونك سي ان كونتاكت اوفر او روبو، في حالته العاديه مفتوح. وين نديوها؟ نديوها لا لومب الاولانيه، وهذا نديوها للكونتاكتور باش كي الكونتاكتور تشعلنا لا لومب جون هذه. فوالا دونك نديرو الكونتاكتور، دونك نقدروا نديروه هنا ولا نجيبو لافاز تروح الكونتاكت 13 14، كيخرج يروح لهنا. هنا باش ما نبرديش برك الوقت، دونك نديرو له لهنا باش كي اكسيتي الكونتاكتور تشعل ديريكتومون لا لامب كما راكم تشوفوا. فوالا دونك خلصنا من الطريقة الأولى، عفوا نسييو نشعلو الديجونكتور كما راكم تشوفو. دونك ليسون تاعنا مازال ما راحوش الماء كما راكم تشوفو. دروك نروح نجيب الماء نولي لعندكم. دونك شعل دروك ما كانش الماء، شعلت لا لومب بصح لا بومب هكذا في هذه الطريقه. تقولنا ما كانش الماء، دونك ما كانش الماء في الفراج، دونك ما تشعلش، سي اون بروتيكسيون. دروك نجيب الاناء ندير الماء لهنا كما راكم تشوفوا هكذا باش ما فوالا. دونك ندير لو برومي صافي، دير نقولوا مثلا رانا في القاع تاع الماء، وزيد نديرو ستادير واحد يكون كاع لتحت، واحد يكون بار اكزومبل المينيموم، ستادير هنا رانا في المينيموم، ستادير كي تكون قلنا لهذا ستادير لا بومب تاعنا كي يكون الماء لتحت كامل، ستادير ان سيرتان نيفو ما يشعلش. دروك نزيد نفرغ الماء باش تشوفوا كي يوصل الماء برك للنيفو كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هذا لا لومب طفات، دونك تقولنا بلي الماء هو رجع، دونك رانا في حالتنا العاديه. كي يرجع الماء شعلت لا بومب، هاد لا لومب تقولنا بلي لا بومب تاعنا راهي شاعله. فوالا دونك قلنا في الطريقه الاولى. دونك الدوزيام كيما قلت لكم، دونك المره الاولى استدير كي عمر الخزان عفوا كي يعود ما كانش الماء في الخزان لا بومب تاعنا تطفى. هذه المره كي يكون الماء كاين دروك مرة الاولى استدير درنا لا بروتيكسيون لا بومب تاعنا. دروك لا دوزيام فوا هذه نديرو كي يكون الخزان تاعنا فارغ، استدير لا بومب تمشي حتى وين يتعمر هذا الخزان ومن بعد تطفى وحدها. دونك واش نديرو؟ نخرجو من الكونتاكت رقم 2 كما قلت لكم قبيله، دونك سي ان كونتاكت دونك سان كونتاكت اوفر او روبو، ستادير كي نشعلو ديريكتومون يفيرمي الكونتاكت تاعنا، ستادير كي تعمر كي نديرو ديريكتومون ليكتريسيتي لهاد الكونتاكت الكونتاكت تاعنا يكون يفيرمي ديريكتومون. ستادير كي يعمر هاد الخزان تكون ليكتريسيتي مع دو بوجي هادو. دروك نشوفو نعمرو هاد الخزان، دونك واش درت؟ خرجت من السنين رحت الكونتاكتور لي كوموندينا لا بومب، ومن بعد رحت لا لومب، ستادير هاد لا لومب تقولنا بلي لا بومب تاعنا راهي شاعله. دروك الخزان تاعنا راه فارغ كما راكم تشوفو. نشوفو نعمرو بالماء، نشوفو كي طفى هاد الكونتاكتور تشعلنا هاد لا لومب الخضراء. ستادير خرجت من دوزيام كونتاكتور عفوا دوزيام كونتاكت اللي كان مغلوق في حالته العاديه، رحت لهنا
ستادير دروك نعمر الماء كما راكم تشوفوا، درت دو بوجي وحده بار اكزومبل تحت كي نحبوا ستادير يكون نعمر كي ما يعودش ما كانش الماء، ستادير نديروا لا بوجي الاولانيه نديروها في القاع والاخرى نديروها من الفوق، ستادير كي يتعمر يوصل برك الماكسيموم، ستادير الماكسيموم تحبس لابوم تاعنا. دروك نشوفوا نعمروا الماء دروك في هذه الحاله، هذا الكونتاكتور تاعنا اكسيتي، دروك نطفي الديجونكتور باش تشوفوا. ها دروك اكسيتي ستادير اني با اكسيتي، لابوم تاعنا راهي طافيه. دروك نشعل الديجونكتور، الماء ما كانش كما راكم تشوفوا، شعلت الديجونكتور، شعلت لابوم، شعلت الكونتاكتور وشعلت لابومب اللي تقولنا بلي لابوم تاعنا شعله. دروك نعمر هذا الخزان، كي نعمر هذا الخزان لازم لابوم تاعي كي يتعمر صايي ولا الماكسيموم لابوم تاعي تطفى، تطفى لابوم تاعي عفوا تطفى لابوم تاعي تطفى، دونك يكوماندي هذا الكونتاكتور وهذا لابوم تطفى ثاني ويشعل. هذه قلنا بلي لاسيتير تاعنا راهي معمره. دروك تشوفوا نعمروا بالماء، عفوا نعمر عمر باسكو الاولانيه فوالا كما راكم تشوفوا تعمرت برك، وصل النيفو تاع الماء الدوزيام بوجي كما راكم تشوفوا لابومب تاعنا طفات، لابومب دونك طافيه هاد لابومب، الكونتاكتور طافي، شعلتنا لابومب الزرقاء. ها في هاد الحالات قلنا لاسيتير تاعنا راهي معمره. في وبعد كي بار اكزومبل ينقص الماء، دروك نجبد هاد لابوجي باش تشوفوا بلي طفات هاد لابومب، قلنا لاسيتير تاعنا بار اكزومبل مازال تحب تعمر وتشعلنا لاسيتير تاعنا كما راكم تشوفوا فوالا كما راكم تشوفوا فوالا، دروك يتعمر الماء تولي هكذا. الى هذا لقد وصلت الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال ديرونا كتبونا في لي كومونتير.